الاخوان ديالنا السائقين، كيف ما سبق لنا من قبل سجلنا فيديو يعني توضيحي، بغينا نوضحوا فيه الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الفيتاس اوتوماتيك ديال فولفو. مع الاسف كان الفيديو الاول اللي سجلناه ما كانش فيه الصوت، ما كانش كيتسمع الصوت، وبزاف ديال الاصدقاء كتبوا لنا في التعاليق بلا كاين مشكل ديال الصوت، واضطرينا اننا نمسحوا هذاك الفيديو ونعاودوا واحد اخر باش نوضحوا فيه يعني الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الفيتاس. هذا الفيتاس سيدنا ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، كيف ما ربما البعض غادي يتساءل غيقول لك راه معروف الفيتاس اوتوماتيك كيفاش كيخدموا هذا، ولكن ماشي كلنا كنعرفوا يعني، مع الاسف كاين البعض منا اللي كيجهل الطريقه ديال الاستعمال ديالو. ما فيها باس الا شرحنا كيفاش الطريقه ديالو باش تعمل الفائده. هذا الفيتاس سيدنا نقدروا نلقاوه في اي كاميو فولفو اوتوماتيك، سواء كان اف اش ولا اف ام، والطريقه ديال الاستعمال ديالو هو هذا الخط. هذا الخط الا كان متجه جهه هذا الحرف ان، هذه الوضعيه ديال بامور. مثلا دابا بغيت نزيد من الوضعيه ديال بامور للوضعيه ديال مارش اريير، ضروري كنبرك على واحد الزر اللي هو هنا في الاسفل، كنبرك عليه باش كنزيد بالفيتاس لقدام، ولا بغيت نرد عاوتاني نفس الشيء. ومثلا لما بركتش على داك الزر ما يزيدش الفيتاس، انا دابا ما بركش عليه الفيتاس مبلوكي. هذه الوضعيه الاماميه اللي هي في الاير، هذه الوضعيه ديال مارش اريير. بغيت مثلا نمشي للوضعيه العاديه ديال السير، مثلا بغيت نتحرك بالكاميو وبغيت نزيد، غادي نجي لهذا ا اللي هي كتعني اوتوماتيك. دابا من هذا الاوتوماتيك ما كنبقاش نقيس شي حاجه هنايا نهائيا، كنولي نستعمل غير الاكسيلاتور وهو كيدوز راسو. في حاله ما بغيت نستغنى على الفيتاس اوتوماتيك وبغيت نمشي للمانيوال، كنبرك على هذا البوطونه من جديد اللي هي لتحت، وكنرجع لهذه الوضعيه هذه اللي هي ام اللي كتعني مانيوال، وهنا كنولي كنبدل لي فيتاس بهذا الزر هذا اللي فيه زائد وناقص. ناقص كنقص بها لي فيتاس، وزائد كنزيد بها لي فيتاس. دابا انا رجعت للوضعيه ديال البامور. كاين هذا الزر سيدنا اللي حتى هو مهم، هذا الزر الا كنت في الوضعيه العاديه ديال السير كيكون كنخليه في الاو اللي هي ايكونوميك، كتعني ايكونوميك. مثلا بغيت كنت فشي طلعه وعندي الشارج بزاف والكاميو متقل بزاف وحسيت بالكاميو بدا يفشل، باش انني كنعطي القوه بزاف باش انه يطلع، كنبرك على هذا الزر هذا. هذا الزر هذا فيه يعني وضعيه واحده ما فيهش جوج، كتاكتيفي بيه وكتديزاكتيفي بيه. كنبرك على هذا الزر وكتحول من وضع ديال ايكونوميك لوضع ديال بي اللي هو بويسون او لا بويسونس مثلا. ومجرد كنبرك على هذا الزر هذا كنلاحظ بان الكاميو كتولي عنده قوه كبيره، وكيطلع بواحد السرعه اللي هي اكثر من الاول ملي كان في الايكونوميك. هذا الشيء اللي كاين سيدنا. وكاين هذه النقطه هذه اللي هي هاد الزر هذا اللي هو هنايا، مثلا الا كنت حابس ولا شي حاجه كيديرونجيني، مثلا هاد اللوفي هذا كنبغي نحرك الركبه ديالي ولا شي حاجه، باش كنيفيتي هاد سميتو كنبرك على هاد البوطونه وكنهبط هاد اللوفي بحال هكا، وكتولي الامور مزيانه، يعني نقدر ندوز الركبه ديالي فوق منه ما كاين حتى مشكل، لان المستوى ديالو مع الكرسي كيولي مقاد. وهاد الفيديو سيدنا درناه غير للتوضيح فقط، وكنتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، وكنتمنى ما نكونوش طولنا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.